السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ملكة بن شعيب، مربية لتنشيط الشباب، اختصاص فنون تشكيلية. جيتكم اليوم بهذا الفيديو التوضيحي تحضيرا لتربص المبرمج من طرف مكتب التفتيش لصالح مربي الشباب. فنون التشكيلية والورشة بعنوان عجينة السيراميك وأنواعها ومجالات استعمالاتها. هذا الفيديو راح يكون حول الوسائل المستعملة في تشكيل العجينة. أول شيء لازم يكون عندنا السطح، يعني سطح العمل لازم يكون أملس، لازم يكون املس، سواء كانت الطاوله او اي شيء نخدموا عليه لازم يكون املس، ما فيش خدوش ولا نوتوات ولا اي شيء من هذا القبيل. اذا ما توفرش عندكم السطح تاعكم، تقدروا تستعملوا هذه قطاعات الخضر الخاصه بالمطبخ. انا بالنسبه لي انا استعمل هذه القطعه تاع الخضر، او عندها السطح املس نقدروا نستعملوها. كذلك نقدروا نستعملوا هذا الشميز اون بلاستيك، نقدروا نستعملوها كذلك باش حصلوا على باش يقدر يساعدنا في العمل نتاعنا والعجينه ما تاثرش علينا وتعطينا نتائج مليحه ان شاء الله. نروحوا الاول شيء اللي هو العجينه، لازم يكون عندنا عجينه، خدموا العجينه تاعنا، هذه عجينه مطبوخه، مثلا عندنا عجينه اللي خدمتها انايا من قبل باش نوضح لكم الصوره هاي قدامكم، هذه العجينه المطبوخه. اذا قدر نخدمو مجسمات نقدر نخدم مجسمات، في حاله ما اذا ما خدمناش مجسمات وبغينا نخدمو على اطارات او اي حوامل اخرى نقدر نستعملو. نعطيكم هذه الحوامل، هذو كذلك تباعو المحلات بيع الحلويات، قدنا تستعملي هذا الحامل تحط عليه العمل تاعك الفني مهما كان. كاين هذا الشكل دائري، كاين هذه الاشكال المربعه كذلك، هناك أشكال كذلك مستطيلة. نقدر نستعملو هاد الحوامل نخدمو عليهم العمل تاعنا أو اللوحة الفنية تاعنا بعجينة سيراميك. نبداو بهاد الأداة اللي هي أداة التوريق، أداة التوريق هاي قدامكم. هناك أدوات النحت البلاستيكية، تقريبا كامل كاع البنات راه عندهم هاد الادوات، ادوات النحت البلاستيكيه، وهناك كذلك ادوات نحت من المعدن. هذه كذلك نشكبوا ليها، كذلك هذه راح تتباع عند بيع ادوات الحلويات. نروحوا للقطاعات المعدنيه، قطاعات معدنيه بهذه الاشكال، هناك عده اشكال مختلفه. هذه قطاعات معدنيه، هناك قطاعات من البلاستيك كذلك. كاين هذه الاشكال كذلك تعطينا شكل الزهور او الاوراق او كيما تبغوا. تقدروا تشوفوا تما، تروحوا تما المحلات راه كاين انواع كثيره ومتعدده. سحقوا مقص كذلك، مقص صغير، سحقوا كيتر، كاين هذا الشكل، هذا النوع، كاين هذا النوع، ليمول اون سيليكون، كاين هذه الاشكال بلاستيكيه، كاين هذه بالسيليكون. هناك كذلك بصامات اللي تعطينا البصمات على الاوراق والبتيلات على الازهار، كاين هذا النوع، كاين هذا النوع، كاين هذا النوع كذلك، ثاني تلقاهم عند محلات بيع ادوات الحلويات. كذلك نستعملوا هذا النوع من السلك، كاين رقيق وكاين شويه خشين، هذا نخدموا به السيقان تاع الاوراق. باش نغلفوه نغلفوه بهذا الشريط اللاصق خاص بالسيقان تاع الاوراق، هذا شريط لاصق باللون الاخضر. هناك لون ابيض على فكره،
كاين اللون ابيض وكاين لون هذا اللون الاخضر. في الاغلب نستعمل اللون الاخضر، اللون الابيض ما نستعملوش بزاف، لكن اللون الاخضر ضروري باش نغلفو فيه السلك هذا، صنعوا به صيقان الاوراق. كذلك بالنسبه للتلوين نروحوا للفراشي، الفراشي باش نقدروا نلونوا عجينه السيراميك من فوق. بالنسبه للالوان هناك الوان اكريليك تفي بالغرض، الوان اكريليك نقدروا نلونوا بها عجينه سيراميك، كما نقدروا نستعملوا الوان الطعام اللي هي عباره عن بودره لونوا بها الكريمات او العجائن تاع الحلويات، سميوها الوان طعام اللي هي عباره عن بودره. كذلك نقدروا نستعملوا الوان الزيت، الوان زيتيه ما هذه الوان زيتيه الوان زيت. هناك الوان خاصه، الوان خاصه ان شاء الله اليوم نعرفكم عليها، هي الالوان الباستيل. هذه الوان الباستيل استعملوها كذلك في تلوين العجينه، الوان على فكره ناعمه جدا تعطينا نتيجه ممتازه في تلوين الاوراق وتلوين الزهور من الفوق. نحط روتوشات جميله، ضوء الظل سوفت باستيل. نجيبوا معنا اسفنجه، هذه اسفنجه نحطوا عليها المجسمات او الاعمال اللي نخدموها بالعجينه. لماذا نتفادى اذا حطيناها على مثلا على السطح املس كما هذا او سطح صلب راح تعطينا تقوسات العجينه، ففكره ان نحطوها على الاسفنجه من الاحسن، لانه الاسفنج يشرب الرطوبه تاع العجينه فما تقوسناش العجينه عندنا. تقريبا هذه اغلب الادوات المستعمله في تشكيل عجينه السيراميك. نتمنى أن البنات يكونوا فهموا واش بغيت نوصل لهم، ان شاء الله نتلاقاو يوم التربص. تحيه كامل للزميلات والزملاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.